هل يتهرب الرجال الأعمال الأمريكيون من الضرائب؟ 25% من أغنياء العالم يتمركزون في الولايات المتحدة، أي بمعدل 680 ملياردياً بإجمالي 2720 على مستوى العالم، على رأسهم جيف بيزوس مؤسس أمازون بثروة تقدر ب 114 مليار دولار، ومن بعده المنافس الأشرس له على قائمة أغنياء العالم بيل غيتس مؤسس مايكروسوفت بثروة قدرها 106 مليارات دولار. هؤلاء تقدر ثرواتهم بثلاثة تريليون ومئتي مليار دولار، ورغم ذلك يتهربون من الضرائب. فمن المؤيد ومن المعارض؟ ولماذا يتهربون؟ أبل تتعرض لملاحقة قضائية لتهربها من الضرائب. مايكروسوفت وأمازون المتمثلتان في غيتس وبيزوس يسددان الضرائب بانتظام. بيزوس يرى النظام الضريبي عادلاً، بينما يجده غيتس غير منصف ويجب رفع معدلاته على الأثرياء. فمن صاحب القول الفصل في رأيهما؟ القانون الأمريكي يطبق النظام الضريبي على المستثمرين، كشركة أبل سددت 38 مليار دولار ضرائب عن أموالها النقدية بالخارج المقدرة ب 250 مليار دولار عن عام 2018. نسبة دخل الاقتصاد الأمريكي من الضرائب 30% لكي يستطيع تحسين مستوى الفقراء. بحسب المؤشرات هناك 41 مليون شخص بنسبة 12.7 يعيشون تحت خط الفقر. رغم ذلك القانون لا يعفيهم، فلكل دخل نسبة ضريبية. من هنا طالب غيتس بزيادة الضرائب على الأغنياء دون الفقراء، بينما التزم أثرياء أمريكا بالصمت. مؤسس مايكروسوفت سدد 20 مليار دولار ضرائب عن شركته منذ تأسيسها في السبعينيات، فماذا لو أخذنا من 680 ملياردير في أمريكا 30 مليار دولار؟ يتوفر للفقراء حوالي 26 ألف مليار دولار يمكن استثمارها في أعمال خيرية. فهل أنت مع أم ضد قانون الضرائب؟ شارك برأيك.